قال عضو لجنة الميزانيات والحسابات في مجلس شورى النظام الإيراني مهرداد لاهوتي إن البنك المركزي الإيراني وجميع بنوك العالم لا يمكنها إنقاذ الاقتصاد الإيراني. وأوضح لاهوتي في حديث صحفي إن البنك المركزي الإيراني لا يمكن الوثوق به ولا يستطيع التخطيط لسيولة البلد، منوها إلى وجود الكثير من الأخطاء والمشاكل في تنفيذ البنك المركزي للسياسات النقدية والمالية. وشدد لاهوتي على ضرورة وجود خطة بشأن السيولة في إيران من قبل الجهات المعنية، وإلا سيحل الدمار بالاقتصاد الإيراني. ويأتي تدهور النظام المالي في إيران وهبوط الاقتصاد المتواصل بسبب العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب الإضرابات العمالية المتواصلة التي أنهكت كبريات الشركات الإيرانية المساهمة في تنمية الاقتصاد.